السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن الوضع الإنساني في منطقة حجور. إذن مشاهدينا، أعلنت الحكومة مديرية كشر بحجة منطقة منكوبة، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل لإنقاذ السكان بعد تصاعد انتهاكات الميليشيا. وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة إن الميليشيا قتلت 62 مدنيا بينهم أطفال، فيما بلغ عدد النازحين في مديرية كشر إلى 4000 شخص بسبب قصف الميليشيا على القرى الآهلة بالسكان. وأشار عسكر إلى أن الحوثيين قاموا بتفجير أكثر من 24 منزلا خلال الأيام الماضية، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في إغاثة المواطنين المحاصرين والضغط على الميليشيا لإيقاف انتهاكاتها. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: الوضع الإنساني في منطقة حجور، وموقف المنظمات الأممية من تجاوزات ميليشيا الحوثي، وأين اختفى دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في الحد من معاناة السكان في حجور. نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. كان إعلان حجور منطقة منكوبة هو ما استطاعت الشرعية أن تقدمه لقبائل حجور بعد 50 يوما من المواجهات المستمرة مع ميليشيا الحوثي، مواجهة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني بسبب عدم تواجد مراكز طبية ولا إمكانات إسعافية في ظل حصار خانق تفرضه الميليشيا، الأمر الذي يعرض حياة المصابين للنزيف حتى الموت. مواجهات حجور أفضت حسب وزير حقوق الإنسان لدى الحكومة الشرعية محمد عسكر إلى مقتل نحو 62 مدنياً وتفخيخ نحو 24 منزلاً وتهجير أكثر من 4000 شخص من 28 قرية. الوزير أضاف في مؤتمر صحفي أن الميليشيا استهدفت مخيمات النازحين وقطعت الطرق إلى حجة في وقت عمدت فيه إلى تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. واقع الحرب في حجور وتجاهل الشرعية لدعوات طلب الدعم يدفع إلى التساؤل حول جدية الحكومة الشرعية والتحالف في الحرب على الميليشيا، خاصة وأن المنطقة لا تبعد سوى 18 كيلومترا عن أقرب نقطة للجيش الوطني، وفي حين باتت ميليشيا الحوثي تحكم قبضتها على معظم مناطق حجور، فإن المخاوف من أعمال انتقامية قد تمارسها الميليشيا بحق أبناء القبائل لا يزال واردا، وهو ما سيضع الشرعية والتحالف تحت طائلة المساءلة حول ما إذا كان لا يزالان في صف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي، وهل لا يزال هدف إسقاط الانقلاب قائما حتى الآن، أم أن كل تلك الشعارات قد ذهبت أدراج الرياح بعد 4 أعوام من الحرب التي لم تبق لليمنيين شيئا. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، مساء الخير. مساء النور عليك وجميع السادة المشاهدين. أهلا بك سيد نبيل. يعني اليوم الحكومة أعلنت حجور منطقة منكوبة، يعني برأيك لماذا تأخرت الحكومة في هذا الإعلان حتى اليوم؟ بالنسبة لنا في وزارة حقوق الإنسان، رفعنا الكثير من التقارير عن الوضع الإنساني والانتهاكات والجرائم الحرب التي تمارسها الميليشيات في هذه المنطقة، وربما تكون لنا تحركات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الجانب. بذلنا كل ما نستطيع في إطار وزارة حقوق الإنسان، وكنا نتمنى أن يكون دور الجانب الحكومي أكبر من ذلك بكثير، لكن نقول أنه أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل، ونتمنى أن تبدأ تحركات أكبر وأسرع من قبل الجانب الحكومي وخصوصا الجانب العسكري. نعم، لكن يعني هناك أخبار يعني تتحدث عن عمليات يعني إعدام جماعية للمواطنين في حجور، هل لديكم تفاصيل أكثر حول هذا الأمر؟ ولذلك جاء المؤتمر الصحفي الذي عقدناه اليوم في القاهرة للإعلام العربي والدولي وإطلاق النداء الإنساني للأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، لأننا نشعر أن هناك أننا انتقلنا في حجور من حرب ضد يعني ممكن أن تصف بحرب عدوان أو حرب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى مستوى جرائم الإبادة، لأن ما يحدث الآن
يجعلنا نستغيث بالعالم أجمع من أجل إنقاذ المواطنين في حجور، وخصوصا أن هذا دور المنظمات الدولية في العمل الإنساني والإغاثي وإنقاذ الجرحى والمصابين في تلك المنطقة وإيقاف هذه العملية من الإبادة الجماعية التي تقوم بها هذه الميليشيات الإجرامية ضد أبناء هذه المنطقة من المدنيين. نعم، لكن في مسألة المؤتمر الصحفي الذي حدث اليوم سيد نبيل، يعني الكثير يعتب على مسألة وزارة حقوق الإنسان أنه لا يتم التحرك أو يكون هناك مؤتمرات صحفية أو ما شابه إلا عندما تكون هناك، يعني دعنا نقول، انتكاسة في مسألة سير المعركة، ويعني هناك خسائر مثلا فيما حدث اليوم في حجور، هناك يعني المعركة تذهب في صالح الحوثي. دعني أقول أولا أننا تحدثنا وقدمنا تقارير على المستويين الإقليمي والدولي خلال الشهر الماضي، ربما بما يعني نستطيع أن نقول أننا في وزارة حقوق الإنسان قدمنا ما يمكن أن نقدمه، سواء في إطار افتتاح الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت في 25 من فبراير الماضي، وكان الأخ وزير حقوق الإنسان هناك في جنيف وتقدم بتقرير وطلب لقاءات مع منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية وغيرها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أننا تقدمنا بتقرير وافي عما يحدث في حجور في إطار اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية. يعني هناك نستطيع أن نقول كان هناك تحرك مبكر ومنذ أكثر من شهر لما يحدث في حجور فيما يخص وزارة حقوق الإنسان، كانت هناك تقارير رفعت للجهات الدولية. نحن عانينا معاناة شديدة جدا من بطء استجابة الجهات الدولية وضعف تحركها، كان يفترض أن يكون الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية على إثر المناشدات التي تقدمنا بها قبل أكثر من شهر كان يجب أن يكون لهم دور ويدعموا ويعملوا على دخول هذه المنطقة من أجل على إنقاذ المصابين والمدنيين هناك. طيب سيد نبيل، يعني مخاطباتكم الكثيرة والذي تحدثت عنها أنه يعني أنها منذ فترة طويلة، يعني إلى ماذا أفضت؟ دائما تكون تحركات المنظمات الدولية للأسف الشديد، وهو ما نتحدث عنه في كافة الأجهزة الإعلامية، تحركات المنظمات الدولية بطيئة جدا، هي ضعيفة الاستجابة، نكاد نصل أحيانا إلى أننا نشعر أن المنظمات الدولية كأنها مصابة بالشيخوخة، تستجيب لرسائلنا أحيانا بعد فوات الأوان، وهو ما حدث الآن في حجور، تحدثنا معهم منذ أكثر من شهر كما قلت لك، ولذلك يعني نقول أن هذه المنظمات لم تؤدي دورها، هي كانت سريعة في طلب المعونات لليمن في إطار مؤتمر الاستجابة الإنسانية من أجل اليمن، كانت تحضر بقوة، لكن لا التواجد على الأرض فيما يخص الإغاثة والعمل الإنساني لا يوازي ذلك التحرك من أجل طلب المعونات. نعم، إذن سيد نبيل، يعني قد يزيد أو يقل تحرك المنظمات بين منطقة وأخرى، لكن يعني ماذا عن منطقة حجور تحديدا؟ هل هناك تحرك المنظمات وبالتحديد منظمات الأمم المتحدة، يعني ولو حتى بشكل قليل، هل هناك تحرك؟ الآن يعني يفترض أن سنتحرك جولة أخرى من أجل دعوة المنظمات الدولية وما هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وإطلاق النداء الإنساني إلى الأمين العام للأمم المتحدة والسيد مارتن غريفيث ومفوضية الشؤون الإنسانية ومفوضية حقوق الإنسان، كل هذه الدعوات التي وجهت اليوم بهذه الرسالة وهذا النداء الإنساني العالمي إلا من أجل تسريع هذا التحرك، لأننا يعني نحاول بكل ما نستطيع في إطار وزارة حقوق الإنسان من أجل العمل على إنقاذ المواطنين وخصوصا إيقاف عمليات الإعدام والإبادة التي تتم الآن وإيقاف العمل على إخراج وإنقاذ الجرحى والمصابين. نعم، إذن سيد نبيل تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور لك ولضيفك الكريم. أهلا بك سيد توفيق، يعني برأيك أزمة إنسانية في حجور، يعني لماذا تخلت المنظمات الأممية عن حجور
ويعني لم نسمع لها أي إدانات أو تنديد بالوضع القائم في هذه المنطقة. وفي حقيقة الأمر ما يحدث في حجور أمر مؤسف، لم يتخلى عن حجور المنظمات الإنسانية فقط، وإنما حتى المنظمات المحسوبة على الشرعية بما فيها التحالف العربي والحكومة الشرعية. حتى نداء الاستغاثة اليوم كان من المفروض أن يتم إطلاق هذا النداء في وقت مبكر، لأن حجور منذ اليوم الأولى وهي تتعرض لعملية إبادة ممنهجة. تم فصل شبكات الانترنت او الهاتف بشكل كامل عن حجور، تم تهجير السكان، يعني الكل يعلم ان اول عملية بدأت بقصف قرى تلك المناطق بدأت في 28 من ديسمبر، يعني بمعنى قبل 4 أشهر. وبالتالي النداء الذي أتى اليوم هو نداء متأخر، لكن مع ذلك نحن نقول ان يأتي خيرا مما لا يأتي ممن لا يأتي مطلقا. بالتالي هنالك قصور، كانت حجور تباد، منازل أهلها تفجر، المدنيين يقصفون بالبالستي. ومارتن جريفيث للأسف الشديد تحدث في مجلس الأمن عن التزام زعيم جماعة الحوثي بعقد اتفاقية بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم. كان الاتحاد أو المجلس الأوروبي يستقبل محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي، ومع ذلك لم نرى بيانات حتى حكومية تندد بهذا التناقض من قبل المبعوث الأممي والأمم المتحدة. وبالتالي حجور تخلى عنها الجميع، وهو أمر مؤسف للأسف الشديد. وإن كان نداء المنسق الإنساني منسق الشؤون الإنسانية قبل يومين الذي دعا إلى وقف الحرب جاءت جميعها جاءت متأخرة. اليوم يجب أن يكشف، يجب أن يدعى ليس فقط لإغاثة أبناء حجور، وإنما لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بالنزول إلى منطقة حجور والكشف عن الفضائع والجرائم التي ارتكبت في هذه المنطقة البعيدة عن الكاميرا، البعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم عزلها عن العالم، عزلها من خلال الحصار الاقتصادي، عزلها من خلال قطع شبكة الانترنت. الأمر أكبر من ذلك، الأمر ليس نداء فقط، وإنما يجب أن يكون هنالك تحرك دبلوماسي، تحرك عسكري، تحرك إغاثي على كافة المستويات، لأن حجور وأهالي حجور البسطاء الآمنين الذين الآن يتعرضون لعملية إبادة شاملة يستحقون وقفة دولية لا تقل عن أي وقفة أمام جرائم ضد الإنسانية. نعم، إذن أذهب بالسؤال للسيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، يعني لعلك سمعت لحديث السيد توفيق الحميدي. السيد توفيق يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لما حدث في هذه المنطقة، وليس يعني مناشدة بتقديم الإغاثة فقط. هناك جرائم وانتهاكات فظيعة كما يذكر السيد توفيق حدثت في هذه المنطقة. أتفق مع جزء كبير مما قاله أخي توفيق فيما يخص التقصيرات التي حدثت، لكن أقول نحن في هذه اللحظة بأمس الحاجة أولا للإنقاذ، ثم يأتي بعد ذلك قضية التحقيق والتوثيق للجرائم والانتهاكات. الآن نحن في هذه اللحظة شغلنا الشاغل، قلقنا الكبير من عملية الإبادة التي تتم في هذه اللحظات داخل مناطق حجور. هناك عملية إبادة تتم عن طريق الإعدامات المباشرة والتفجير للمنازل وحرق المزارع. يعني نحن أمام حرب إبادة. الحوثيون يريدون أن يجعلوا من حجور مثل لبقية القبائل، يريدون أن يركعون الآخرين عبر سياسة التخويف البشع التي يمارسونها من خلال الأعمال الموجودة. قلقنا الآن وعملنا الذي يجب أن نتكاتف من أجله هو الجانب الإغاثي بأي شكل كان. نعم، إذن سيد توفيق الحميدي، يعني من الملاحظ ويعني المراقب لمسألة تعاطي الحكومة مع قضية حجور، وكأنها تقول أن يعني قبائل حجور وأبناء حجور اختاروا هذه الطريق وواجهوا مصيرهم، وبالتالي يعني هي يعني لم تكلف نفسها أي عناء كحكومة مسؤولة عن الشعب اليمني. يعني كيف أو يعني من هو المسؤول عما حدث في حجور وما وصلت إليه الأمور هناك؟ المسؤول عما حدث في حجور هي الإدارة المسؤولة عن سقوط صنعاء وقبل صنعاء عمران،
نفس الطريقة نفس الأسلوب بنفس الإدارة المتخبطة على المستوى العسكري والمتخبطة على المستوى السياسي. اليوم حقور تنتمي للحكومة الشرعية، مسؤولة عنها الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية، إلى حد اليوم أخي الكريم لم يصدر حتى بيان سياسي واحد سواء من الأحزاب التي تدعم الحكومة الشرعية إلى حد اليوم، حتى ولم تصدر أيضا بيانات قوية من الحكومة الشرعية للعالم بشكل عام لما حدث في على مستوى عالي لما حدث في محافظة حجور. لم تتحرك إلى حد الآن الألوية العسكرية لفك الحصار عن حجور. هنالك كانت تسريبات عبر الفيسبوك بأن هنالك ألوية عسكرية، وأنا من على منبركم أؤكد أنه لم تصدر إلى حد الآن أي أوامر عسكرية واضحة من القيادة العليا للتحرك إلى حجور، وأتحدى من يقول عكس ذلك أن يظهر هذه الأوامر للرأي العام. مشكلتنا في اليمن اليوم في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية أنها عن نفس الإدارة ما زالت هي المهيمنة حول إدارة المعركة وسيرها، ولذلك الحوثيون عندما يتجهون إلى إبادة أو إسكات أي صوت كانت في حجور أو كانت في الحشا، الحشا أيضا تعرضت لعملية تفجير وعملية تهجير، وقبل الحشا هنالك الحقب عملية تهجير وعملية إبادة وعملية قتل وعملية قنص، ومع ذلك الإدارة كانت نفس إدارة المعركة. هنالك إشكالية كبيرة في الحكومة الشرعية، في السياسة العسكرية، في السياسة العامة يجب أن يعاد النظر فيها. أيضا سيد توفيق، يعني في الحديث عن مسألة تحرك، ما تحرك يعني متى يأتي هذا التحرك بعد أن يكون قد سيطرت الميليشيا على يعني المنطقة بأكملها وارتكبت الفظاع، يأتي التحرك؟ إذا كان هناك تحرك فليأتي منذ بداية المواجهات في أي منطقة. أنا أتحدث عن تسريبات سابقة، اليوم معركة حجور تدخل شهرها الثاني. بالضبط، يعني هذه التسريبات دائما ما تكرر، يعني أنه هناك تحرك كما هناك كما تحرك كما وبالتالي كما كانت في قضايا عمران عندما تم هنالك الحديث عن تحريك ألوية عسكرية لإنقاذ اللواء 135 مدرع والقشيب، ومع ذلك لم تصل هذه الألوية لأسباب متعددة. أنا لذلك أقول أن الإشكالية هي في نفس إدارة معركتنا في اليمن، إدارة متكلسة. أنا أعتقد أن الشعب اليمني أصبح يعي جيدا أن هنالك ربما اختراقات تصل حد الخيانة في إدارة المعركة. نعم، ابقى معي سيد توفيق. أذهب لي السيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، يعني نتساءل يعني ما الذي قدمه التحالف والحكومة لحجور خلال 50 يوم من المعارك في هذه المنطقة، وهل يعني ما قدم يعتبر بالشكل الكافي؟ حقيقة لا نعتبر أن ما قدم هو الشيء المطلوب. تم عملية إنزال جوي تقريبا 8 عمليات للإنزال للمواد الإغاثية أو للأسلحة، لكن طبعا كانت الأحداث على الأرض تستدعي تدخل أكبر من ذلك بكثير. كنت أتمنى لو كان تواصلكم فيما يخص الجانب العسكري أو مع من هم أصحاب الشأن، لأني ما يعني استطيع ان ارد فيما يخص حقوق الانسان والانتهاكات التي يعني الحلقه هذه خصصت في الجانب الانساني. سيد نبيل، يعني هناك حلقات اخرى سيتم تناول الوضع من زاويه سياسيه. بالضبط، ولذلك انا اقول انه هناك حصل جهد معين، لكن جهد لا يرقى الى المستوى المطلوب الذي كانت تعاني منه المنطقه. المنطقه لمده 50 يوما رأت يعني أشياء يشيب لها الولدان، في الأخير ما قدم لم يكن بمستوى الحدث، ولذلك يظل هناك قصور لابد من الاعتراف به في هذا الجانب. الجانب الإنساني والإغاثي نحاول الآن أن ننظر إلى الأمام بأن نتحدث عن ما يجب أن يتم الآن في ضرورة تسريع العمل الإغاثي والإنساني والعمل من أجل إيصال المساعدات بأي شكل. هذا ما يجب أن نناضل من أجله في هذه اللحظة، وأن لا نقف لنبكي على الأطلال. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأبناء حجور في هذه اللحظة. نعم، إذن سيد توفيق، يعني كيف تنظر إلى مهنية منظمات الأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني في اليمن؟ في حقيقة الأمر أثير لغط كثير حول هذه المنظمات خاصة المتعلقة بالجانب الإنساني، وكان هنالك نداءات من منظمات حقوقية وإنسانية يمنية من سابق
تتحدث على أن كثير من المواد الغذائية والإغاثية لا تصل إلى مستحقيها في اليمن، بسبب خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بسبب أن هذه المواد يتم استغلالها لصالح المجهود الحربي، وأيضا في الأسواق السوداء للإثراء غير المشروع. حتى صدر تقرير أو بيان منظمة الغذاء العالمي والذي اتهم جماعة الحوثي بصورة واضحة عن سرقة وبيع المواد الغذائية في كثير من أسواق العاصمة صنعاء، إضافة إلى إشادة أو إشارة المبعوث الأممي أو عفوا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في مجلس الأمن في أحد إحاطاته على أن الحوثيون أيضا يقومون بسرقة هذه المواد الغذائية وعدم إيصالها إلى مستحقها واستغلالها في المجهودات العسكرية. طبعا كل هذه الإشارات تضع مجموعة من علامة الاستفهام عن المرحلة السابقة، وتدعو في حقيقة الأمر إلى أي ليس فقط إدارة، وإنما إذا لفتح تحقيق من المفترض أن المنظمة الأممية تفتح تحقيق في هذا الأمر. اليوم كثير من النشطاء اليمنيين تساءلوا عن مصير المساعدات التي قدمت في جنيف، والتي قدرت ب 2.6 مليار دولار لصالح الشعب اليمني، كيف سيتم صرفها، كيف سيتم التعامل معها، خاصة وأن هنالك انعدام ثقة واضح في إيصال مثل هذه المساعدات لمستحقيها في الداخل اليمني. نعم، إذن أشكرك جزيلا سيد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وأعود ب يعني تساؤل أخير لسيد نبيل عبد الحفيظ. يعني سيد نبيل، يعني ما أثر سقوط منطقة حجور، وأيضا ما سيتبعها من مناطق على حرب الشرعية والتحالف ضد الانقلابيين؟ بالتأكيد هي جرح غائر في إطار المقاومة الشعبية. لا أدري أن يكون هناك من دور للحركة الوطنية وللحكومة وللجميع الآن لتدارك ما يمكن تداركه والعمل على إنقاذ الموقف. كل ما نخشاه الآن جزء هام من أبناء الشعب يعني هم عرضة للإبادة، وأعتقد أنه نحن جميعا اليوم مطالبين للتكاتف والعمل بشكل سريع جدا على المستوى المحلي وعلى مستوى التحالف العربي وعلى مستوى المنظمات الدولية للإنقاذ الآن، لإنقاذ هذا الوضع، والعمل بشكل يتدارك كل نتائج وتبعات ما يحدث الآن. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. ومشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله.